السلام عليكم. اليوم راني متواجد في شارع كولوني العميروش بوسط مدينة الجزائر العاصمة، اللي نقف مع بعض عن عملية الترميم والتجديد عند الشارع هذا. شارع واحد من أجمل الشوارع عند مدينة الجزائر العاصمة. إذن العملية عند الترميم والتجديد مازالها متواصلة في كل أحياء المدينة التاريخية تاع الجزائر، كل الشوارع الرئيسية من باب الواد إلى إذن شارع ديدوش مراد وشارع بن رمضان والعقب بن مهيلي إلى شارع كذلك هذا اللي رانا فيه. ونلاحظ العمارات رائعة، واللي مؤخرا تم تصنيف الجزائر كثاني أفضل وجهة سياحية في العالم من طرف هيئة سياحية أمريكية تعتني بالشؤون السياحة في العالم. وهذا غير ليس بغريب عندما نعرف مدينة الجزائر، وخاصة العمليات نتاع الترميم والتجديد نتاع الأحياء هذه، وخاصة في الواجهة البحرية كذلك بولفار زيغوت يوسف. إذن كل هذه المعالم التاريخية تم يعني بعد ما تم العملية تاع التجديد و يعني إرجاع البريق والبياض نتاع المدينة التاريخية، إذن أصبحت مدينة عالمية تجلب كثير من انتباه تاع الزوار في العالم. إذن نشوفوا العملية هنا على مستوى إذن بشارع الكولونيل عميروش. الأشغال نتاع يعني تقريبا انتهت بالأول. العلم أنه العملية هذه تاع الترميم والتجديد تطال كل أحياء الولاية نتاع الجزائر بصفة عامة، منها شارع طرابلس في حسين الناي، وكذلك إلى وسط مدينة الحراش وكل الشوارع التاريخية. وذلك يعني في نفس الوقت كل عمليات تاع التجديد والترميم الآن تم رفع يعني التجميد عنها في مدن رئيسية في تاع الوطن، يعني مدن كبيرة اللي عندها زخم عمراني كبير. إذا في هذه العملية اللي كنا احنا ننتظر فيها يعني منذ مدة، الآن يعني قطعت أشواط كبيرة، حيث أنه يعني حتى يعني بالنسبة للمدينة تاع الجزائر العاصمة أكثر من 3000 بناية في مدينة الجزائر تم ترميمها وتجديدها. والعملية هذه كذلك تخص خاصة المعالم التاريخية والأحياء التاريخية والرموز نتاع الدولة الجزائرية والأحياء نتاع المقرات نتاع يعني نتاع الدولة الجزائرية، قلعة الجزائر في أعالي القصبة، وكذلك قلعة الأمير عبد القادر في مليانة، وأحياء الباي في وهران وقسنطينة، وكل هذه يعني المقرات نتاع الدولة الجزائرية عبر القرون من الزمن كلها الآن يعني فيها عملية تجديد وترميم وتثمين ونشر ثقافة الاعتناء بالتراث، ويعني تثمين التراث والتعريف به لما لهذا يعني الإرث الروحي والحضاري والتاريخي للجزائر للوطن يعني بصفة عامة. إذن كل هذه الأحياء يتم حاليا تجديدها وترميمها والاعتناء بها، إذن وفيه معالم دينية كذلك يتم ترميمها كعدة مساجد عتيقة، كمسجد في أول مسجد بني في الجزائر في ميلا، ومسجد سيدي عقبة في بسكرة، وكذلك فيه مساجد كثيرة يتم الاعتناء بها. إذا هذا هو التراث، وهذا هو يعني الكنز نتاع الجزائر، هو روح نتاع الجزائر. إن شاء الله إذا تبقى العملية متواصلة وتتجذر في الثقافة عند الشعب الجزائري وتاع المسؤولين بصفة عامة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.